جايز، واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناتي. اليوم الفيديو رح يكون تحدي جديد واول مره بعمله وان شاء الله تحبوه. وبهذا الفيديو رح يكون معي شخصين تعرفون طلعوا معي بفيديوهات قبل، هيدي اختي وهيدي رفيقتي واكثر من رفيقتي. تمام، سو فكره الفيديو مثل ما قريتوا بالعنوان رح يكون تحدي الاكل سريع بطيء متوسط. سو هلا مسيو مخرج رح يزت لنا الاوراق، نحن حنغمض عينا ناخذ ونشوف شو راح يطلع لنا. متوسط ليه غبانه منه؟ بطيء كأنه حيصير سريع. ايه والله. سو مثل ما شفتوا انه انا طلع لي متوسط، هي سريع وهي بطيء. فاول وجبه معنا لليوم هي الناجت، وهي يعني اذا هي بطيء مع دقيقه، انا معي دقيقه ونص وهي مع دقيقتين. سو يلا نبلش. بليز التايمر. اوكي جودي ستوب. نحن هسه معنا وقت. انا ستوب. انت عايزين نربحها. انا جد دي بسرعه. كبيره. ما شفتها دي كنت حاربها. انا اسف. خلص وقت بيبو. سو نحن حنحسب حسب الكمية. سو انا اخذت كم قطعة؟ 3 قطع من اصل 5. انت كم قطعة؟ 2 قطعتين. سو انا ربحانة باول جولة. بدي نبه على شغلي انه باول تحدي صار في غلط، وهو انه قلبنا الوقت بين السريع والبطيء بالغلط لانه كنا متحمسين كتير. فهلا رح نرجع نكمل صح مع التوقيت الصحيحة، يعني رح يكون للسريع دقيقة وللوسط دقيقة ونص، وللبطيء رح يكون له دقيقتين. استمتعوا بالفيديو. بطيء سريع. سو انا البطيء وهي اللي حتربح. سو انا دقيقتين، هي مع دقيقة هي مع دقيقة ونص. سو يلا شو الوجبة؟ معنا اندومي. سو وجبة رقم ما بعرف ايه، المهم اندومي. سو تايمر، اكيد ما حننسى التايمر. خلص الوقت. ما بعرف بيان بالصحون انه مين الربحان. انا ما شفت جودي. تو انا الربحانة. خلصت الدقيقتين. سو يلا ننتقل للجولة اللي بعدها. سريع. فاينلي. سو يلا شو الوجبة؟ معنا تشيبس وانا معي سريع، معي دقيقة. سو انا دقيقة وقت ايه؟ دقيقتين. عن دقيقة ونص. 3 2 1. جنان واقفة. جودي ستوب. شفتك اخر فرح حتي كبت المحنية. سو
سو بالكمية مبين انه لا بس بيبو بيبو ربحت اول جولة بتذبحها حياتي. سو يس يلا ننتقل للجولة اللي بعده. لورا مثل الأبد. أوه ماي جود سريع يعني أنا معي دقيقة لا أشرب كل هيدا. معي دقيقة ونص. أوه ماي جود دقيقتين. لا دقيقتين. يا أنت دقيقة ونص. طب أنت وشها دقيقة. يلا. أن دو بس هني تروى. ميرا بيبص في الفنجان. ميرا بيبص في الفنجان. يلا يا شباب هاي خلص وقتكم. حممت حممت مع عصير انا. خلص بالصحة بالصحة. مين خلص وقتكم؟ استاهل. ما كاش ثواني، 9 ثواني، 7 6 5 4 3 2 1 يلا خلصتوا. جد ستوب. لا صفي شوي، صفي شوي. طب مسعين. يعني هو لسه في شوي بس هذا ثلج. انا بس صفي شوية عصير. الله. خلوني ابزق نص العصير طز. ماي جاد. نحن 5 4 3 2 1 جودي ضحك. ستوب. اوه ماي جاد. حسيت بلعب على شو اسمه تنشن. ليكو في شوية نقرات عصير. لا ما في شيء. لا خلص حكيت بطي قد ما بدك معك 15 ثانية. نينا بدي اخسر هلا. نينا خلص بيبا خلصتوا ما بنعتبرها ربحت؟ ايه. يا جماعة بيبا ربحت. حالة اختلال واسمه حالة اختلال. نعود مع ليكم بعد قليل. او جايز مثل ما شفتوا عملت قد ما فيني حتى اشرب بسرعة بدقيقة. فأنا أنا اللي خسرت لأنه دلت شوي من هون وهني اللي ربحوا. يا احنا من جولة 15 ثانية كلياتنا اللي حكون معنا 15 ثانية ناكل رمانتين واللي بيخلص أسرع أو مش أسرع يلي بيخلص يعني أكثر شيء وأول شيء هو اللي بيربح. طب اصلا كنت شايلتهم بايدي يعني كنت بدي اكلهم هيك. انا مستنى الدقيقة امبارح انا ماني شايفتها من 23 ساعة من ما بعرف مين اللي اكل اكثر شيء. انا كلت وحدة وفضل منها شوي. بيبو بيبو ربحت لا وبيبو فضل فيها واحدة 2 3 4 5 6 7 بالقطع. بيبو ربحت؟ ايه سو بيبو اللي ربحت بيناتهم. انا بخسر وانا اللي خسرت. لا انا اللي خسرت. صار في تعادل. لا ليك لا انا انا اكل اكثر منك. تعادل بيناتهم بس تجي فرط. لا فرطين هون ومشي نفرتين المعلومه. ايه لا انا اكلت اكثر منك انت اللي خسرت. انا خسرانه. يس بعتوا لها العل وصابوني بالعين انه انا اللي خسرت. انا اخترت العقاب واللي هي شنا قررته. يس انا قررت العقاب وانا رح اكل العقاب عادي اصلا. واحد يلعب روح ايه اجت اختي من جوا تعرف انه انا خسرت. اختي بس سو العقاب ملعب صويا صوص. ممكن بدي اقوله بس هي ملعب صويا صوص. بليز تقدر كده مرة كده ايمان ايمان شوي شوي. حدا شفتوا حدا مبسوط عنده عقاب؟ ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ بتاع اللي انت قلتها. ايه انا عايز جملة مفيدة. قول لي جملة مفيدة عشان افهمك. شو عم بحكي؟ شفتوا حدا عنده عقاب ومبسوط؟ اني بس مبسوط. حتى لا اعطيني هاي جملة. لا خلص ملي انت بقى بطلي يا جنوب. شوف مش فوق الرمانية. لا صيب رمان ما تلعب. ما كاد ريحته تمه ما تنبسطي.
لا كريم مرة واحدة. شو بدك تقولي يعني؟ مرة واحدة ايه ينوم عن جد؟ ليش؟ طيب يلا 3 2 ما بدك ياكل اذا بدك بس اشرب ياكل ليش نوم؟ انا قدها 3 2 ما تشربي دغري بعدها ميها ما اشرب دغري بعدها؟ ترش طيب خلاص يلا 3 2 1 طيبه فكره بس يا ليش بيقولوا انه طيبه طيبه لا نلح كثير بس طيب عجبني 5 minutes later بس قول لي يلا وضعي يوم طيب كمان طيب هاي جايز كنا وصلنا لنهايه الفيديو ان شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه وحبيتوه وبليز ما تنسوا تعملوا لي لايك شير سبسكرايب وكومنت وانتظروني بفيديوهات جديده باي.